بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيام سابق الطير ونجاري هو نطير آمنا بتغيير شباب حقق حلاما. مساء الخير مشاهدينا الكرام، عليكم أينما كنتوا في داخل ليبيا وخارجها. حلقة جديدة تجمعنا بكم على الهواء مباشرة من حياة أحلى. لا شك أن مرحلة التعليم الجامعي تعتبر هي المدخل والمحطة الأخيرة في التحصيل العلمي، وهي بوابة الولوج إلى صناعة الحياة التي ترجوها كل المجتمعات. فإذ ما أعترت هذه المرحلة العوائق والمشاكل التي لا تجد حلولا ناجعة، فإن العملية التعليمية برمتها تكون مهددة بالانتظار والتلاشي. فيا ترى هل يدرك القائمون على الجامعات والمعاهد العليا خطورة ذلك؟ فتولد لديهم الحرص والسعي في تدليل كل ما يعترض هذه المرحلة من مشاكل وعوائق. حول مشاكل الطلاب الجامعة وكيفية حلحلتها وموضوع حلقة اليوم مع مجموعة من الضيوف، أخصائي نفسي وكذلك مدرب تنمية بشرية وكذلك أيضا مجموعة من الطلاب اليوم راح يكونوا معنا بإذن الله، راح نتكلموا في مختلف المشاكل تواجه الطلاب مباشرة من يعني أبرزها مشاكل تواجه تنزيل المواد، كيفية التواصل مع المعلمين، كيف تسير العملية التعليمية في ظل هذه الظروف الصعبة. بداية رحبوا من استديوهاتنا في طرابلس مدرب التنمية البشرية أستاذ رباب نور. السلام عليكم أستاذ رباب. رحمة الله تعالى وبركاته. طبعا دعنا نبدأ حديثنا دائما بذكر الله والصلاة والسلام على خير الأنبياء سيدنا محمد. أهلا وسهلا بك أستاذ رباب، وأهلا بكل ضيوفنا اللي معنا اليوم في هذه الحلقة. أستاذ رباب، بداية استهداف لجامعة طرابلس قطع ب، وخلينا نقول سقوط قذائف وكذلك أيضا الاشتباكات المحيطة بالقرب من جامعة طرابلس قطع ب، كيف تصير الدراسة في هذه الأوقات تحديدا؟ وهل هي خلينا نقول بين أن هي تستمر وتتوقف في نفس الوقت؟ طبعا هو وضع صعب جدا يمر على كل سكان منطقة طرابلس. نعم. وضواحيها، وليس فقط المحيطين بالجامعة. بالضبط. الجامعة أحيانا تقفل وأحيانا أخرى تفتح، كمثلها كمثل المدارس الموجودة في نفس المحيط. نعم. ودعنا نذكر بأن هذا له تأثير سلبي وتأثير جد 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 سيء على الطالب، سواء كانت على نفسيته أو على تحصيله العلمي. طيب هل لديك معلومات لربما كيف تصير الدراسة في ظل هذه الظروف الصعبة؟ نعرف أن يعني تتساقط القذائف وتسمع أصوات القذائف والرصاص بالقرب من مباني الجامعة، وسمعنا أن الأسبوع اللي فات كانت في حادثة سقطت قذيفة على مبنى اللغات تحديدا داخل جامعة طرابلس قطع ب، وبعد أصدر قرار من إدارة الجامعة أن هي توقفت لمدة مؤقتة هي أسبوع. حاليا تجرى يعني بعض الاجتماعات على ضوءها، هل ممكن هي تستمر الدراسة أو تلغى أو يلغى هذا السمستر بشكل نهائي؟ هنا المشكلة أستاذي الكريم ليس في إيقاف الدراسة من عدمها. نعم. المشكلة ما البديل إذا تم إيقاف الدراسة؟ بالضبط. ما تأثيرها على الطالب؟ إذا عادت الدراسة وعاد الطالب إلى مزاولة دراسته، هل سيكون هناك اكتضاض للمادة؟ هل سيتم أعطاء المادة دفعة واحدة دون التقيد بالظروف وبالوضع اللي موجود فيه الطالب؟ نحن نمارس على الطالب أحيانا أشد أنواع على القوة الموجهة من المعلم. نحن هنا لا نضع اللوم على المعلم فقط، بل أيضا المعلم يعاني أو أستاذ الجامعة يعاني، فالكل هنا يعاني، لكن ما الحلول المطروحة؟ نعم. لذلك في حالة استئناف الدراسة مرة أخرى، كيف سيتم أعطاء المنهج؟ كيف سيتم مواكبة العام الدراسي؟ بالضبط. هل سيتم الضغط على الطلاب؟ طيب ابقي معنا استاذ رباب. رحب استاذ ساسي، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك استاذ رباب، حي استاذ رباب على
مشاركتها في هذه الحلقة وموضوع مهم بصراحة، بارك الله فيكم. نعم، قبل شوية تكلمنا عن الأستاذ رباب على الاستهداف اللي تتعرض لي بشكل مستمر، خلينا نقوله جامعة طرابلس، والخوف اللي ينتاب، يعني الشعور بالخوف اللي ينتاب الطلبة في أغلب الأحيان وهم داخل قاعات الدراسة، وبين توقف الدراسة وبين إلغائها بشكل نهائي. كيف كل هالأخبار هذه والصدمات والمشاكل يقدر يتحملها الطالب اليوم؟ كويس، هي المشاكل والأزمات اللي يمر بها أي طالب، سواء زي ما قلت لك السادة بارك الله فيها، نعم، سواء كان في التعليم الأساسي أو الثانوي حتى الجامعي، كلهم بصراحة يستقبلوا في المشكلة، كل واحد يستقبلها من زاوية معينة. بالضبط. المشكلة ما تصير، إحنا مشكلتنا في ليبيا ما عندناش إدارة أزمات، سواء كانت في الجامعة سواء كان في التعليم العالي أو المتوسط، كان في إدارة أزمات على الأقل تحاول هي تحتوي القصة أو الموضوع بحيث ما يصيرش الطالب هو الحلقة الأضعف في الموضوع نفسه. زي ما ذكرت السادة رباب بارك الله فيها، لما هو الناس وقفوا لهم وقريتها مدة أسبوع، فعلا الأسبوع هو في فاقد إن تعوض بهم مثلا في الشهور الجايه، تاخذ قريب في التاخر بديله يعني. وفي مشاكل صايره. أيه. نفس القصه يعني موقع الجامعه وحرم الجامعي مشكله كبيره ما تصير في القصه زي هي. اول شيء الولي الامر بيخاف على البنت ان هي تمشي المكان نفسها، ممكن تكرر فيها نفس العمليه، او الطالب حتى نفس القصه بيخافوا الاهل. الخوف ما يصيرش للطالب نفسه، حيصير حتى من اولياء الامور بصفه عامه، يعني يقول انا بعت ولدي او بنتي للجامعه فتنا الدراسه وجهها قذيفه وتصبح في مشكله، سواء صار في جامعه طرابلس او صار في كليه اللي هي الهندسه في مدينه زاوية في اليومين اللي فاتوا يعني. وهذه كلها مشاكل، الخوف اللي يصير نتيجة اللي هي وجود الانفجارات أو القذائف اللي تصير تنشأ لي مخاوف مستقبلية، ممكن طالب يشعر مكان كأنه كابوس، كأنه خوف، كأنه مثل ممكن يكون مثل سمح الله في المستقبل مستهدف هالمشكلة هذه. نعم. تصبح فيه تشتت، هل هو يمشي يقرأ مكان نفسه أو ما يقرأش فيه، هل يقدر زي ما نقول فيها زول فيه التعليم تاعه أو ما يقدرش. نفس القصة حتى الجامعات نفسهم، لو كان هم عندهم إدارات أزمة أو بديل المشاكل، لأن المواقع نفسه ممكن مثلا تكرر العملية، نخاف احنا نتكرر العملية بحكم اقترابها من منطقة قطاع بي بما يعرف في جامعة ناصر سابقا. بالضبط. قريب منطقة عين زهرة، هل احنا عندنا بديل منطقة أخرى بين الشبكات ممكن نقول الطالب تحولوا فيها مؤقتا، كملوا قرايتكم أو ما عندكمش؟ نعم. وهي المشاكل اللي صايرة في احنا عندنا في المنطقة الغربية ومنطقة طرابلس بالتحديد، تعرف ان حتى المدارس اللي كانت في فصل الأسر اللي تم تطليحهم مدارس نفسهم ما كانش في بديل، تعرف القصة اللي صارت. نفس القصة يعني لما تصير مشاكل في بعض الكليات، لما تعرض الكلية للدمار أو الانفجار وتكون مثلا الجامعة ما عندها شكل ميزانية الكافي بحيث تصين الإمكان في وقت قريب، تصبح فيه مشكلة، المشكلة تشبح لها بعدة مناظير. نعم. تشبح المنظور أنه ممكن مبنى يتهدم، تشبح المنظور أنه ما فيش عندنا لجنة أزمة، تشوف المنظور الطلاب مشكلة الرهاب والخوف نتيجة ممكن تتكررهم القصة هذه، وقت ما تصير القصف في فصل قراية وفصل امتحانات. نعم. ما تعرفش المآسي اللي تصير أو الحالات اللي تموت لا سمح الله وتتعرض للجرحى والموت. صح. يعني كل هذه تكون صوره سلبيه عند الطالب بصفه عامه، تعطيها زي نقولوا فاحنا نزعه الخوف عندنا هو ممكن تتكرر عمليه القصف في المستقبل. طيب احنا استاذ اليوم في هذه الحلقه ضروري نسمع راي الطلاب. معنا عبر الهاتف مشاهدينا الكرام طالب بكليه الهندسه في جامعه طرابلس محمد عبد الهادي الحوم. السلام عليكم محمد. اهلا وسهلا بك سيد وبكل ضيوفك الكرام وبجميع مشاهديك. نعم محمد، نشكر تواجدك معنا في هذه الحلقه اليوم لتتكلم عليه المشاكل تواجه الطلبة بشكل مباشر، يعني خلينا نتكلم على أبرز وأهم العوائق اللي تواجهكم داخل الجامعة. أهلا وسهلا بك. بالنسبة للمشاكل والعوائق اللي هي يعني تواجه فينا في داخل يعني الجامعة وخصوصا يعني في كلية الهندسة. نعم. يعني هي كثيرة، وهي يعني هي المشكلة يعني كم نشوفها من ناحية يعني عامة أو مشكلة عامة، هي مشكلة إدارية أكثر من أن هي مشكلة متعلقة بأعضائية التدريس أو الناس الثانيين أو الطلاب. المشكلة كيف تكون؟ أولا ناخذ على سبيل المثال مشكلة التنزيل اللي بكت كرت أنت قبل شوية. نعم. أي مشكلة التنزيل عندنا في كلية الهندسة على سبيل المثال مشكلة تتكرر، يعني مشكلة متكررة كل سمستر. يعني لما تكون مشكلة يعني متكررة ديما يعني المفروض أن لازم يعني يقولها حل في واحدة من السمسترات، مش معقولة أن احنا نواجه في نفس المشكلة في خلال كل سمستر، يعني نواجهها يعني بدا زي كابوس أن احنا وقت التنزيل هذا يعني بدا الطلبة يعني كلهم خايفين وكلهم حالة يعني خوف من أن هم هل يحصلوا المادة اللي يبغوها اللي يبغوا يقراها. يعني شوف وصلنا لمرحلة أن احنا الطالب يبي يقرا بس هو مش ضامن انه هو يقدر ينزل الماده اللي هو يبها او لا. بس المشكله هذه تو هلبه طلبه في مثلا موجودين عندنا في كليه الهندسه يحسبوا ان المشكله هذه متعلقه بالاستاذ اللي هو الدكتور اللي هو او المسؤول على التنزيل. نعم. اللي هو
يعني في العادة يكون هو المسؤول عن الدراسة والامتحانات. هل بطلب يحسبوا أن المشكلة منه هو؟ بس هي المشكلة أن هم المشكلة مش 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 منه هو بكل. هي هي هو الموضوع عبارة أن في منظومة الخدمة بشكل رديء من هو مش مسؤول عليها، مش هو اللي يعني مش هو اللي خدمها المنظومة هذه، مش هو اللي دارها. نعم. هي الخدمة مفروضة عليه، والفرض أن إحنا الطلبة نبدأ نستخدم فيها، وهي طبعا منظومة سيئة، منظومة يعني ما يعني صار لها ضغط توقف، ما عادش نقدر يعني ننزلوا يعني لما يخشوا طلبة يخشوا مثل عدد معين من طلبة في المنظومة هذه، توقف المنظومة، تعرق العملية التنزيل. فبعتلي شنو يصير؟ بعتلي يصير أن إحنا نطلب إحنا ننزل يعني مانو يدوي، لما نبدأ إحنا ننزل في يعني في موادنا بشكل يعني يدوي، نطلب إحنا مجموعة من الطلبة بالذات يعني في بعض الأقسام تكون زحمة، طبعا احنا نسبب يعني في مشكله في قسم لما يبدا مجموعه كبيره من الطلبه يبدا تختار واحد او مثلا مهندس واحد. نعم. او شخص واحد موظف هو المسؤول على التنزيل. مستحيل يقدر يستوعب الهيدك هذا وكميه الضغط اللي هي حتكون عليه. على اساس لان ما عندهمش، لان هو الموظفين اللي معه في المكتب او اللي يساعده فيه ما عندهمش اكسس او ما عندهمش صلاحيات ان هم يخشوا ينزلوا حتى يساعدوا يعني في التنزيل. نعم. طبعا المشكله هذه احنا تو ذكرت هنا بخصوص التنزيل. اذكرت ان هي مشكله ما لهاش علاقه بال يعني بيعضو هيئه التدريس او بالشخص الموظف المهندس الموظف اللي هو مسؤول على التنزيل. الشخص هذا مش هو اللي دار المنظومه. وهنا تجي مشكله ثانيه اللي هي مشكله التواصل بين الـ بين الـ بين الموظفين نتاع الجامعه وبين الطلبه. الشخص المسؤول على التنزيل ما يوصلش المعلومه للطالب ان هي المشكله هذه. نعم. مش منه هو. فالطالب بعتالي ياخذ انطباع او ياخذ رده فعل ثانيه يعني يظن فيها ان الشخص ان الموظف او المهندس او عضو هيئه التدريس المسؤول عن التنزيل هو اللي عقده في العمليه بتاع التنزيل بتاعها، بينما هي المشكله ان ما فيش عاطين ميزانيه للجامعه ان هي تغير من المنظومه هذه من السيستم هذا كله كامل. نعم. بحيث ان احنا نقدر يعني تسهل علينا موضوع التنزيل بشكل كبير. طيب بحكم أنت تكلمت على رداءة عمل المنظومة محمد، البعض ممكن يوجه في الاتهامات لبعض الطلبة يقول لكم ما همش منظمين أو ما يتبعوش في بعض الإرشادات. يقول لك مثلا على سبيل المثال وقت بدء التنزيل المواد ياريت أن يعني يخشوا الطلبة بالدفعات باش أن هم ينزلوا موادهم. أيضا في طلبة ما يراعوش في قصة الإسبقية، يعني في مواد قاعدة مش منزلينها باش تفتح لمواد أخرى. في طلبة أيضا يبوا مجموعات معينة يبوا ينزلوا عند دكاترة معينة، وهذا ممكن يزيد من يعني ربكة وسوء عمل المنظومة. ما شوف هو 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 صح، هو الموضوع هذا مش مسؤول عليه الطالب. يعني الطالب مش هو يعني مش خطأ أنه هو يعني ينزل مادة مثلا عند دكتور معين. يعني هو الطالب يشوف روحه مش يعني مش يعني يعني غير مش أحسن منه، بس أنه هو ينزل المادة هذه في يعني في المجموعة الثانية هو يعني 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 يتغاضى عليها او مثلا يعني يضحي بالماده هذه وينزل ماده ثانيه هو حتى يعني تمشي عمليه التعليم بتاعها بالشكل هو يبيه. بس في نفس الوقت هو لازم يراعي الضغط اللي صاير على المجموعه هذه نفسها. يعني ممكن يكون في عدد يعني محدود، ممكن يكون 50 طالب فقط، المفروض انك انت ما تتجاوز هذا العدد في المجموعه هذه نفسها. تمام. احنا تو احنا هذه مشكله في المنظومه. تو احنا مثلا في المنظومه مثلا كل مجموعه مثلا فيها عدد معين زي ما قلت انت. لما احنا بننزل الماده هذه اذا كان سباق. يعني مين اللي ينزل الماده، من يلاحق الاول ينزل الماده هو الاول، هو اللي ينزل الماده هذه تمشي وراه، وبعد واللي ما ينزلهاش واللي ما يلحقش. ما هنا نرجع لموضوع الاسبقيه نفسها محمد. في ناس ما يحقلهاش اصلا ان هي تنزل هذه الماده، المفروض ان هي تنزل مواد قبلها باش تفتح لهم هذه الماده، فهم قاعدين ياخذوا في مقاعد لطلبه غيرهم. هي المنظومه نفسها فيها سيستم معين يخليك ما تقدرش تنزل ماده هي مش مفتوحه لك، او مثلا لازم 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 تنزل قبلها ماده. نعم. هم المواد الموجوده المتاحه عندك في وسط المنظومه هي كلها مواد انت من حقك انك تنزلها. طيب هذه الحاجه معالجينها، موضوع انهم ما ينزلوش ماده المفروض ما ينزلوهاش توا. يعني ماده مثلا 500 ما يقدروش ينزلوها قبل ما ينزلوا ماده 400 يعني تفتحها. هذه كلها يعني فصل المنظومه نفسها يعني معالجتها المنظومه. طيب بس المشكله ان هو المشكله ان فيه ان فيه ان فيه كثافه من يعني يعني فيه يعني يعني طلبه يعني يعني في بعض الاقسام عندهم يعني زحمه في يعني في الطلبه، فالمجموعات ما تسدهمش. يعني حتى مثلا ماده مثلا السمستر هذا مخصصينها مثلا 200 مقعد
واللي المفروض ينزلها 300. فش الحل الموضوع هذا؟ من مسؤول على الحاجه هذه؟ هل المفروض ان هم يفتحوا مجموعات ثانيه؟ هل اعضاء ممكن يكونوا ان اعضاء هيئه التدريس في نقص، يعني في اعضاء هيئه التدريس يعني في القسم؟ نعم نعم، خلينا نقول ان ما فيش اليه واضحه محمد اليوم. ما فيش اليه اداريه بالضبط. خليك معنا، اي خليك معنا، راح نرجع لك بعد شويه. خلينا الان رحبوا ب وئام سليمان بباص، رئيس المكتب الثقافي وكذلك اتحاد طلبة في اتحاد طلبة كلية التقنية الطبية. السلام عليكم وئام. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، أهلا وسهلا بك. قبل شوية وئام كنت نتشكر اهتمامكم ومتابعتكم بالمنبر العلمي أستاذي بجامعة طرابلس ونزلكم لرغبة الطالب والاستماع إليه. بارك الله فيك. أكيد هذا دورنا يعني كقناة تناصح ومن وسائل الإعلام، فدورنا رح نسلطه الضوء على أهم المشاكل ممكن تواجه الطالب وإيصال الصوت كذلك إلى الجهات المسؤولة. قبل شوية كنت أتكلم أنا ومحمد على مشكلة المنظومة، وقال أن ما فيش آلية تعمل واضحة للمنظومة ممكن من شأنها أن يوضح الطلاب كيف أنهم يقدروا ينزلوا في أوقات معينة بدون أي مشاكل تواجههم. في مشاكل وعوائق أخرى تواجهكم كطلبة داخل الجامعات حابة تنوه عليها اليوم وئام؟ طبعا فيها الكثير من المشاكل اللي تواجهها الطلبه في جامعه طرابلس بصفه عامه، وخصوصا انا متكلم على كليه التقنيه الطبيه. نعم. بدايه نبدا بالقسم العام اللي هي اول بدايه هيئة الطالب في الكليه، اللي هي المشاكل اللي تواجه كل الطلبه في البدايه في بالنسبه لمدرجات الكليه. ما فيش مكبرات صوت متحركة، يعني مش معقولة مدرج كامل يحمل حوالي 500 طالب ما فيش مكبر صوت. بيجي الدكتور بيشرح على الداتا شو بيتحرك بالياحية باش احنا نفهموه، ما نسمعوش فيه، يعني يتحرك بروحه ويدو في دوه واحنا ما نسمعوش فيها اصلا، يعني مدرج عالي. فهذه تعتبر من اكثر المشاكل اللي تواجه من بداية دخول الطالب للكلية. طيب انتوا ممكن الشخص اللي قاعد قدام فقط هو اللي يسمع، بل اللي ممكن الخلف ما يوصلش الصوت نهائيا؟ بالضبط، قاعدوا طلبة يجيبوا في كراسي من خارج المدرج ويقدموا كلهم قدام بحيث ان هم لعل وعسى ما يوصلهم الصوت ويقدروا يفهموا الدكتور شنو يشرح. ولو بنزيدوا نتعمقوا اكثر في المرحله التخصصيه، يعني في اكثر من تخصص في الكليه، في نقص كبير في القاعات في اكثر من قسم، يعني يتخصصوا عدد كبير من الطلاب، ما فيش وين يقعدوا مرات، والقاعات صغيره ومرات يقعدوا يحولوا فيه من قسم لقسم، ومن غير المواد في قسم العملي في قسم تقنيه الاسنان، يعني هذو اسنان بيخدموا بمواد، ما فيش مواد، قعدوا سمستر او سمسترين واقفين العملي في الاسنان، يعني هذه مشكله كبيره هلبة. كيف الطالب بعدين العمل انت بيجي يخدم كذا، هو يبدا مش عارف كيف قد يبدا عملي 3 متر وسمسترين ومرات يوقف بسهوله اصلا. طيب خليك معنا وئام، رح نرجع لك بعد شوية. الآن رحبوا بطالبة أخرى معنا عبر الهاتف، طالبة في كلية الطب بجامعة طرابلس، ملاك مبروك شليك. السلام عليكم ملاك. وعليكم السلام، كيف الحال؟ نعم، أهلا وسهلا بك ونورتينا اليوم في حياتنا أحلى. أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي المرسلين. رحب بشهادة السادة المشاهدين. زي ما قال الإخوة في الكليات الأخرى، المشاكل لا تعد ولا تحصى صراحة. نعم. كل الكليات تعاني من نفس الموضوع، المنظومة. زي ما قال أخي الفاضل، إن إحنا مش مشكلتنا جروبي وجروبك ونبي المادة. يعني كلية الطب البشري مش كل واحد يبي دكتور زي كلية الهندسة، لا. يعني من حقي اللي نزل مادة معدلي فوق 75، ما افتحت لي في المنظومة، الأمور كلها تمام، لكن يقول لك إن القدرة الاستيعابية خلاص ما عادش يسمح لك إنك تنزل المادة. نعم. يعني طيب. جروب أو دكتور أو يعني المشاكل في المنظومة، يعني في فترة وجيزة حاولوا إنه يصلحوا الموضوع، وصراحة تحسن الموضوع، يعني مشكله تقنيه شويه تبي لها مهندس كذا. واعتقد هو من ابرز المشاكل تواجه المنظومه بشكل عام، هي قاعده يعني تستوعب في كل الكليات وجامعه طرابلس قطع الف وب، وهذا ممكن يعني من اكثر العوائق، وكثره ان هي كل مره المنظومه تتعرض لهاكر وتضيع مواد بعض الطلبه بدون يعني حمايه لهذه المنظومه، اعتقد تحتاج لعمل من جديد. طيب خلينا نتكلم عن مشاكل اخرى، هي المعامل، نقص المواد، هل هذه المشكله لا زالت موجوده او ان هي تحتاج لمتابعه؟ لا
نعم لا زالت موجودة في بعض المعامل، ولكن في تحسن من نظام آخر لما صار تغيير من نظام السنة إلى السمستر، أضفنا بعض المواد وأضفنا بعض المعامل، صار في تغيير في المناهج وتحسن في المعامل، هي إضافة مادة سكيلز كلينيكال سكيلز، لكن بعض المواد هي قديمة البيزك في مواد الطب ما زالت يعني إلى الأسوأ الصراحة، ما زال إن الكادر الأكاديمي حتى شو السبب؟ حتى البيئة يعني واللاب الليكتر وان يعطوا المعامل بالضبط، البيئة مش متوفر إنها يعني تعطي فيها حتى محاضرة لبال لاب حاجات عملية. يعني نقدر نقوله أن مشكلة المواد والمعامل حلت حاليا، تتوفر مواد داخل الكلية التقنية؟ لا المواد البيزك اللي هي أساس الطب القديمة لا لم تتوفر المواد، وحتى اللاب والليكتر هول يعني البيئة الجامعية مش مؤهلة أن تعطي فيها الحاجات هذه، لكن مع تغيير نظام السنة إلى نظام السيمستر وإضافة مواد جديدة أوريدي يعني في السيمستر زي كلينيكال سكيلز، هذه جهزت لها اللاب أوريدي لأنها هي مواد جديدة، لكن البيزك الميديسن لم تجهز أي شيء يعني لها. طيب خليك معنا ملاك، أنت وكل الطلبة والطالبات اللي معنا في هذه الحلقة، ننتقلوا للأستاذة رباب نور. أستاذة رباب، أعتقد سمعتي كل المشاكل اللي قاعدة يعني ممكن تسبب مشاكل وحالة نفسية بشكل كبير للطلبة، من مش مشاكل منظومة، مكبرات الصوت لا توجد، وممكن من أبسط الأشياء هذه اللي تقدر توفرها إدارة الجامعة، وضيف على ذلك بعض المواد والمعامل هي مهملة وما لهاش أي متابعة أو رقابة، كيف ممكن تعلق على كل هذه المشاكل اللي واجهها الطالب اليوم في ظل هذه الظروف الصعبة؟ طبعا أكثر الكلمات التي أثارت انتباهي من الأخت ملاك شليك كلية الطب البشري، اللي هي قالت في حديثها بأن البيئة التعليمية غير مهيئة للتعلم. طبعا نحن نعلم إذا كانت البيئة غير مهيئة لتعلم الطالب، فصعب جدا أن الطالب يتمكن من هذه المادة أو يتمكن من التدريس أو يخرج كطالب نابغة أو كطالب فاهم شين اللي قاعد ياخذ فيه بالضبط. إذن هناك مشكلة كبيرة داخل الجامعة، نحن لا نضع اللوم الأول والأخير على الأساتذة أو على دكاترة الجامعة، ولا نضع اللوم الأكبر أو جزء من دعنا مناصف جزء عن الطالب وجزء عن المعلم أو الدكتور الذي يعطي في المواد. هناك نقطة مهمة لم يتم التطرق إليها سواء كان من قبل التقنية الطبية أو من الطبيات أو من الهندسة. في فترة سابقة كنت في مركز إيضاح المتواجد في نادي الاتحاد، فوجئت بعدد كبير جدا من طلبة كليات الطب البشري أو كليات التقنية يتواجدون هناك، فباستفساري وبسؤالي لهم اتضح بأنهم يأخذون دورات أو يأخذون كورسات من نفس الدكاترة التي تقوم بإعطاء المنهج داخل الكليات. يعني الموضوع كأنه فيه نوع من السمسرة أو نوع من استغلال الطالب. إذا كانت الجامعة غير مهيئة البيئة التعليمية، فهناك مراكز مهيئة لهذه البيئة التعليمية ويتم استغلال الطالب ماديا فيها. أحيانا بعض الطلبة لا يتمكنون من أخذ هذه الكورسات والاستفادة منها وفهم المادة جيدا، فمن طيب طبيعي جدا الطالب يعني سيكون مستواه غير جيد. حسب ما قابلت يوم أكيد يعني سألتي السؤال شو الفرق مدام هو يعني نفس الدكتور اللي قاعد يعطي في الجامعة قاعد يعطي في 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 المكان الخاص اللي هو يكون بمقابل مبلغ مادي، إذن شنو الفرق؟ يعني في فرق في العطاء أو في ممكن يستخدم في إمكانيات هي مش موجودة اليوم في الجامعة؟ هنا قبل قليل ذكرت في مطلع حديثي البيئة التعليمية الغير مهيئة في الجامعة، وهنا ما يحدث داخل هذه المراكز. هناك بيئة مهيئة بشكل جيد، هناك مكبرات صوت كما ذكرت الأخت وئام من كلية التقنية، قالت بأن المدرجات كبيرة ولا يوجد مكبرات صوت، لا يوجد قاعات، لا يوجد كما ذكر لا يوجد مواد لتعلمها كطب الأسنان، لا يوجد المواد الأساسية لتعلم ما مطلوب منهم تعلمها. فهنا هذه المراكز توفر لك البيئة المريحة، توفر لك قاعات ذات إضاءة جيدة، ذات تهوئة جيدة، حتى الأستاذ أو المدرس يكون لديه بشاشة في التعليم، يكون لديه روح محبة للعطاء. نعم
طيب خليك معنا استاذ رباب، انتقل مع استاذ ساسي. استاذ ساسي، اليوم يعني الطلبه في منهم بالفعل هو قاعد متضرر وقاعد ان هو يعني اثرت فيه بشكل كبير الظروف، والبعض الاخر يتحجج وعباره عن سبله زي ما احنا نقول انه ما عادش بيقرا، فعلى شماعه الظروف والاوضاع اللي قاعده تصير في البلاد فوقف قيده، او انه هو قاعد مستمر في الجامعه ويبي ينجح ولكن يتحصل على النتيجه عن طريق الغش. كويس، موضوع مهم بصراحه. احنا مشكله المآسي هي عمليه التمييز كانت في الجامعه وحتى في المدارس قضيه قديمه جدا في ليبيا اكثر من 30 عام احنا نعاني في المعاناه كلها. نعم، زي ما ذكروا الطلبه ان شاء الله ربي يسهل لي من الامور، وزي ما ذكروا السيده رباب بارك الله فيها واكد النقاط اللي قالوها، اكثر مشاكل يعني منها كل الكليات، قصه تنزيل المواد، بدايه الدراسه، التمديد، مواعيد الامتحانات، انعدام منظومه التسجيل والدراسه، ازدحام الطلاب وقله القاعات، عدم وضع الحلول البديله لحل مشكله الطلاب، كلها مسبب لمعده مشاكل. صار احباط، هم يتكلموا مساكين ناس محبطين واضح. نعم، نتيجه البيئه التعليميه اللي غير متوفره لهم، الخوف من ضياع السنه والقلق المحدد بمشكله التعليميه، انعدام الثقه في القطاع العام وتجاه القطاع الخاص واستغلالهم. بارك الله في الاستاذ رباب الكلمه اللي قالتها، تو معظم الطلبه اللي ظروفهم ميسره شويه يمشوا للبرامج القطاع الخاص نفس الدكتور، ودكتور يسجل فيهم في منظومته الخاصه اللي جاي عندي في الخاص ناجحه، وهذه صبحت زي برامج البزنس وموجود ومنتشر وكلهم يعرفوه. صبحت الاشياء هذه ما هيش، مش نقول الدكاتره، قريب معظمهم للاسف الشديد سمحني الكلمه هذه. نعم، تلقاهم يبزنسوا في الشتات، يشوف فيهم طلبه تلقاهم فاتحين مركز خاص، اربع خمس دكاتره موفرين كل البيئه زي ما قالت السيده رباب بارك الله فيها، وانا نزيد على كلام تاعها، هذا الشيء ليه وقت مسبب ربكه كبيره عند الطلاب. احنا حتى كيف تجي عندنا في حياتنا النفسيه، عندنا البنات عندهم مرض نفسي ومشاكل نفسيه نتيجه انه هو لما وصل للجامعه ويحسب روحه انا بياخذ حاجته يلقى روحه محبط ووصل طريق مسدوده، يقول لك انا والله امكانيات المدينه ما تسمحش، وقت الدوام تاع الجامعه ما يسمحش حتى باش نشتغل مثلا في مقهى ولا نشتغل في اي مكان ولا في محل باش نوفر المصروف نتاعي باش نشري هالكتابات وهالشيتات وهالدنيا كلها مش متوفر لي. تجي لي الجامعات 90% احنا في ليبيا القاعات نفس القاعات، حتى جت شركه الاشغال شويه وقفت زي ما تكلم الطلبه بارك الله فيك، احنا كاس نكون فيهم كران، تلقى المدرج في زحمه، الدكتور ما يسمعش، في بعض الدكاتره سامحني كان مببي شويه غير اسمه شويه دوشه يطلع طول من القاعه وما يعدلش عليهم، تلقاه في العشيه بلا واسع في القطاع الخاص دورته 900 دينار و1000 جنيه، وفي الجامعه عندها شوسعه بال، اصبح موضوع مادي للاسف الشديد. احنا مشتنا في ليبيا عندناش الرقابه، لو كان في رقابه ونحاسبوا المراكز هي ونحاسبوا الدكاتره. طيب هو يقول لك زي ما قالت قبل شوي استاذ رباب ان البيئه التعليميه هي ماهيش مهيئه اليوم نهائيا، تنقصني هلبا حاجات مثلا الماده نتاعي ممكن تكون عباره عن تكون علميه اكثر، فنحتاج لي معامل، نحتاج لي اشياء مكاتب الكترونيه ومعامل كلها ما فيش. لا احنا اقل شيء اي تونس في جنبنا مصر ما فيش كليه ما تلقى فيها المكتبه الكترونيه متكامله. نعم، معامل نتاعها متكامله بكل شيء، الكيمياء، الفيزياء، معامل نتاع التشريح، البيولوجي كان متكلم بالتفصيل، كل شيء متوفر عندهم. جي ليبيا كلها ما فيش مواد، بومشت المواد، بلاش متوفر في المراكز الخاصه. عندنا احنا جهه رقابيه تتبع في الشيء هو وتحاسب كل دكتور وكل معلم وكل استاذ علاش انه هو في عمليه تعليميه في القطاع العام بهالدرجه هذه ان هم محبطين فيه، وفي القطاع الخاص موفر لي كل شيء موفر لي، وعلاش وصل بين الدرجه في بعض الدكاتره قريب نقول معظمهم ويسامحوني في الكلمه هذه، باهي تلقاه كان هو قريع معاه في العشيه في المركز نفسه ينجح طالب ثاني مسكين من الظروف الماديه ما تسمحش ما ينجحش وما يصفيش، يعني بصراحه مشاكل. تجي كليه الطب يقروا فيها المفروض 7 سنوات، معظمهم يقروا 9 و10 سنوات، الهندسه 4 5 سنوات تلقاهم واصلين 7 8 سنوات، كليه الزراعه نفس القصه، كليه العلوم، التربيه، يعني في احباط كبير مسبب عده مشاكل. هم بصراحه يتكلموا من موجع، يتكلموا نتيجه ان هم كمعامله حتى المعاملات اللي تصير مع بعض الدكاتره. هذه المشاكل ممكن يعاني منها الطالب اليوم، هل ممكن تاثر على تحصيل العلمي؟ تاثر 100%، زي ما قلت لك الاحباط نفسه هو الاحباط، اتجاههم زي ما تقول انت هو زي ما قلت لحضرتك يوقف القياده نتاعه يتجه للتجاره، ما عادش قرايه بكل، او ممكن ينحرف، او ممكن حتى يتعاطى مخدرات، احنا جدنا حاجه نفسيه نتيجه الاحباط، نتيجه مشاكله والتراكمات اللي صارت له، كل شيء يتجه القصه هذه، البنات حتى ما نفس القصه يتجهوا بعض الانحرافات السلوكيه نتيجه انه هو ما لقاش غايته. ما لقاش البيئة الصحية اللي يعيشها في الجامعة نفسها باش يحقق بها المستقبل بتاعها. طيب خليك معنا استاذ ساسي، نرجع مع محمد طالب بكلية الهندسة. محمد، الاعتصامات اليوم ما بين الطلبة ودكاترة الجامعة كيف ممكن تأثر عليه سير العملية التعليمية وعلى من تقع المسؤولية أيضا من وجهة نظرك؟ هي بالنسبة للاعتصامات هي عبارة على ردة فعل من الضغط اللي صار او من تراكم المشاكل اللي صارت من يعني من اداره الجامعه او من ادارات الجامعه، سببت في رده فعل يعني قويه من الطلبه تخلي ان هم يطلعوا يعني اعتصامات ويعني ويحاولوا ان هم يوصلوا في حقهم، لان نقول لك على حاجه، لان من صعب جدا انك انت توصل صوتك او تتكلم على حاجه حقك
بطريقة عادية هيك بطريقة يعني مع أنه حاجات يعني مطالب الجحنان بوهم حاجات بسيطة جدا يعني ممكن يعني الطالب يمشي للدكتور مفروض أنه يحكي له ويشرح له يعني شنيبي ويحكي له على موقفه وكل شيء وتمت يعني وانتهت يعني مش محتاج الموضوع اعتصام ودوشة ومش عارف لكن الموضوع هذا رد فعل لأن احنا مش كادرين مش لاقين حد يسمعنا مش لاقين كيف هنوصل صوتنا من صعب جدا انك تتكلم يعني بدا في خوف يعني بين الطالب والدكتور بس يعني في مشكله تواصل كبيره يعني في جاب كبير بين يعني الطالب والدكتور صعب انك يعني تلقى دكتور يسمع لك الدكتور ديما يعني في سوء ظن من يعني من يعني من دكاتره في يعني في سوء ظن منهم في نحن يعني في الطلبه ديما يحسوا ان احنا يعني نبغى نضيع لهم وقتهم وديما يعني مش طبعا مش كل دكاتره يعني في يعني يعني في دكاتره كويسين وفي دكاتره يعني متاهلين معنا ويعني يسمعنا بس في دكاتره ثانيين من صعب انك يعني تتكلم معه او تاخذ معه كلمتين بكل يعني ما يعطيكش وجه بكل ولا يتلفت لك ويعاملك يعني عاملك معامله مش طبيعيه يعني كانه يعني يعني كانه يعني يعني مش يعني كان احنا مش بالميه يعني حاجه غريبه جدا صراحه قصدي موقف يعني في موقف تصير في الجامعه لو يعني لو تصير في الشارع الناس يعني تستغرب لكن هي بما انها تصير في الجامعه كل يوم فخلاص الطلبه تعودوا عليها يعني الدكتور انه هو مثلا تكلمه يعني ما يتلفتلكش او ما يردش عليك او هيك حاجه غريبه جدا يعني هذا خلى الطلبه انهم مش قادرين كيف يعني يتكلموا كيف يوصلوا صوتهم كيف يقول مثلا للدكتور يقول له انا حوشنا امس صار بحدا قصف يعني كيف نقدر انا نعوض انت هذا مش حيسمع مش حيقدر يوصل فيه فالاعتصامات ممكن هي توصل صوت الطلبه طيب اخر اعتصام قام به الطلبة داخل كلية الهندسة قسم المدني تحديدا قاموا يطالبون بتأجيل امتحانات تضامنا مع الطلبة المتضررين كيف ترى هذا الاعتصام؟ وياريت تعطينا آخر المعلومات هل فعلا تم تأجيل أو إلى متى تم تأجيل الامتحانات؟ هو بارك الله فيهم الحق أصدر قرار يعني أنه هو بتأجيل يعني الامتحانات لمدة أسبوع يعني في البداية تأجل لمدة 3 أيام حتى نشوف يعني الظروف متعوضة على يعني متعوضة على الحالية وهذا يعني وهذا يعني يعني يعتبر قرار كويس وقرار يعني إيجابي لكن علاش قسم مثلا هندسة مدني على سبيل المثال اضطر أنه هو يعني يدير اعتصام باش ياخذ باش يعني باش يوصل المعلومة هذه يعني في النهاية حتى الدكاترة يعني الأعضاء التدريس والمطين في الجامعة هم يعني في النهاية اللي بين يعني عايشين معنا يعني شوف الفوضى هو بالنسبة للطلبة أغلبهم مش أغلبهم يعني تقدر تقول في منهم مجموعة كبيرة يعني زي أي ليبيين يعني هم عبارة على عينة يعني من المجتمع فيها ناس نازحة فيها ناس مضررة من الحرب هذه يعني في بداية الأسبوع كان في تخوف كبير من أن هي تزيد الأوضاع سوء والجامعة موقعها يعني استراتيجي بالنسبة يعني بالنسبة لمناطق النزاع يعني جاي بين مناطق نزاع يعني فكان في خوف شوية أن هي تصير مشكلة يعني تسبب في ضرر يعني ما يلحقوش على الامتحانات أي بسبب الأوضاع اللي ممكن تكون موجودة مثلاً بالضبط مثلا اغلب مثلا في مثلا من الدكاتره او من المسؤولين يحسبوا ان الطلبه داروا هيك لان خايفين حتى من انهم يمشوا يجيبوا امتحان في يعني في وضع خطير بس هم مش هذا السبب الوحيد هو هذا سبب بس في ناس طلعت في اليوم هذاك نفسه لان يعني طلعوا من حيشهم في اليوم اللي قبل الامتحان فما قدروش يقروا ففي مجموعه من الطلبه طلعت يعني تضامنت مع الطلبه اللي ما بتقدرش تجيب امتحان وفي نفس الوقت في حل ثاني ان هو كان في حل ان هم مثلا يجوا الطلبه اللي يقدروا يجيبوا امتحان والطلبه الثانيين اللي ما يقدروش يجيبوا امتحان يعني يعودوا لهم الامتحان نعم اذا الخيار هذا ما يخطوش الطلبه هل بقى الاسئله تختلف وبيصير ظلم يعني ممكن تكون الاسئله هذيك اسهل من الاسئله هذه وفي شيء يبدا في خوف يبدا يعني في يعني خوف من نعم. محمد بشكون منصفين أكثر اليوم يعني كويس في تعاون مع إدارة الجامعة ولبت تقريبا المطالب وقامت بتأجيل الامتحانات لمدة أسبوع أعتقد أن هي كافية مراعاة للطلبة المتضررين وأعتقد أن هي أعطت بعض الخيارات المتاحة الأخرى يعني بالضبط هو يعني صراحة فيه استجابة بس الاستجابة هذه ديما يعني متأخرة ممكن طيب خليك معنا محمد نرجع مع ويام كل هذه المشاكل ممكن تكلمنا عليها اليوم على من تقع المسؤولية هذه المشاكل وتفاقمها أيضا من وجهة نظرك
بداية ما نقدرش نصرح بتصريح ثابت أو سبب ثابت لهذه المشاكل، ولكن أعتقد أو حسب نظري أن المشاكل هذه يعني ما نقدرش نقوله أن هي بصفة خاصة من إدارة الجامعة أو بصفة عامة من وزارة التعليم، ولكن لابد من وجود حلول لهذه المشاكل، لأن قصدي خلاص يعني طالب معاش مجرد أنه هو ماشي يقرأ وهذه حقوقه، لا بدي احنا ماشيين نجاهده. نعم. أبسط حقوق للطالب سلبت منا. لو بنزيد احنا نتعمق في التقنية الطبية مثلا في الأقسام بداية النهاية، بتكلم على بداية النهاية وهي التدريب، تدريب المستشفى طرابلس الطبي، المستشفى الجامعي، ما فيش أي مبادرة من القسم أو من الدكاترة إن هم يمشوا يتدربوا، يعني أنا بنمشي نتدرب في المستشفى طرابلس الطبي يلزوا فينا حشاكم وما فيش ولا منه أنتوا وإحنا ما ندربكمش، نمشوا نكلم القسم لا إحنا والله ما عندنا ما نديروشكم. نعم. يعني هذه تعتبر أهم فترة للطالب، وهو أصلا أنا خش عليها يعني ندر 4 سنين في الأخير نطلع المنهج نظري شيء والعمل شيء ثاني، نطلع أنا مش فاهمة. لو بنزيد نتعمق أكثر مستمرة المشاكل لحد التخرج، يعني مثلا بيعطوني المسؤول على المشروع التخرج متاعي بعد ما نبعد سنة كاملة وأنا نبحث فيه نعطيه لهم وبعد شهور يقعد عندهم يرصد، يعني أنا المعقولة نخش الجامعة حاسة بالي 4 سنين وبعد لها 6 سنين 7 وبعد حتى التخرج يقبلوا مشروع التخرج متاعي. أيه. الإفادة هذه في مطالبة يعني شخصيا أنا نعرفهم قعدوا سنة وسنة ونص بس حصلوا الإفادة. حتى بالخريجين نفكر الطلبة يجوا من أماكن بعيدة وفي ظروف الحرب، يعني إحنا عايشين في وقت نمشي بحسابها نمشي ونجهد بحقيقة. نعم. طيب وئام نختم معك بهذا السؤال، دوركم كاتحاد الطلبة في حال كل هذه المشاكل، هل قدمتم يعني بعض المقترحات والأفكار من شأنها أن تحل هذه المشاكل حتى ولو بشكل جزئي؟ هل توصلتم مع إدارة الجامعة بخصوص هذه المشاكل؟ أكيد طبعا في مبادرة كبيرة من اتحاد الطلبة. جميل. يعني أي طالب تواجه أي مشكلة مكتب اتحاد طلبة مكتوب في جميع الطلبة يحكونا في المشاكل اللي تواجههم، نكتبوا في مذكرات ونشتغلوا مع بعضنا نحاول نحن نعطي حلول، وكذلك نستفسروا ونتواصلوا مع الطلبة ويعطونا في الحلول الأشياء الريحية لهم وللدكاترة كذلك، يعني ككل ونبعثوا في مذكرات للقسم ونحاولوا جاهدين إن إحنا بإقناعهم إن هذه هي حقوقنا، يعني إحنا ما ناخذوهاش منكم أنتم، هذه حقوقنا. وختاما نكرر شكري لكم ونوجه الشكر لكل طلبه جامعه طرابلس ومزيدا من التعاون، نسال الله التوفيق. السلام عليكم. شكرا بارك الله فيك وئام. نختم طلابنا مع طلابنا اليوم. ملاك خلينا نتكلموا على عدم مواكبه المناهج التعليميه لحاجات الطلاب والمجتمع ومتغيرات العصر، كيف ترى ممكن هذه المعضله اللي تواجه اغلب الطلبه اليوم داخل جامعاتنا؟ ايوه ملاك تسمع فينا كويس. ايوه نسمع فيك. سمعتي السؤال؟ لا. نعم. يعني عدم مواكبة المناهج التعليمية لحاجات الطلاب والمجتمع ومتغيرات العصر، علقي من وجهة نظرك على هذه المشكلة اللي تواجه أغلب الطلاب اليوم. أكيد مشكلة المناهج وعدم تواكبها مع العصر توا. المشكلة مش كادر أكاديمي أو ضعف الدكاترة أو أعضاء دكاترتنا، مشكلة المنهج لا يتوافق مع في الدكتور، يعني الدكتور يعطي من منهج ثاني يمكن يكون المنهج متقدم يتبع العصر الحديث، لكن الطلبة يقروا من منهج ثاني، هذا يرجع للكونتاكت التواصل الطالب مع الدكتور، وهذا في مشكلة إنه هو ما يجيش يحضر، ما يسمعش الدكتور، يجي مؤخر من هاش وين يتعمل، ما ينزل المادة التأخير اللي إنما نزلهاش من الأول، هذا مشكلة التنزيل، هذا كله يرجع للأساس من الأول. فمشكلة المنهج ومن وين يقرا الطالب والدكتور يعطي من شيء ثاني وعضو هاي التدريس لا مش متواصل مع الطالب، وبعدين يجي يقول في الأخير أنا هذا هو هذا المنهج اللي قلتلكم عليه، هذا اللي أنا جايب منه أسئلة. المشكلة الثانية إنه هو يجيب من منهج وأسئلة وبعدين ما ينزلكش الكي أنسر، بس أنت تشوف من وين هو من وين جاب الأسئلة من أما مرجع والطلبة يقروا من مرجع ثاني. إحنا كيف إذا ما فيش كي أنسر كيف نعرف أنا من وين المرجع أنت تسأل الأسئلة؟ من وين حليت بس أنا نرجع ونراجع ونشوف أي مرجع في الدنيا. وترجع لأساس كل هذه المشكلة هو عدم التواصل المباشر اليوم والفجوة للأسف اللي قاعدة مازال موجودة بين الطالب والمدرس. أيوة أكيد في فجوة أكيد. هذا يرجع حتى لمشكلة تنزيل المواد من الطالب ينزل مخ، وهذه مشكلة يعني في أبلس يعني.
طيب أشكر تواصلكم. طلبة اللي كانوا موجودين معي اليوم محمد عبد الهادي الحومة طالب بكلية الهندسة، أيضا وئام سليمان البباص رئيس مكتب الثقافي اتحاد طلبة كلية التقنية الطبية، وكذلك أيضا ملاك المبروك شليق طالبة بكلية طب طرابلس. طيب نرجع مع الأستاذة رباب نور. أستاذ رباب، بعد كل هذه المشاكل اللي سمعناها قبل شوية من الطلاب في مختلف الكليات والجامعات، مسؤولية الجهات المسؤولة تجاه أهم شريحة في هذه المجتمع؟ ياريت بس تكرر سؤالك. نعم تسمع فيها كويس أستاذ رباب. بس تكرر السؤال بعد إذنك. قلت لك مع كل هذه المشاكل اللي سمعناها قبل شوية من الطلاب، مسؤولية الجهات المسؤولة تجاه أهم شريحة أعتقد في المجتمع؟ دعنا نقول بأن عملية التعليم عملية مهمة جدا في أي بلد كانت تكون أو في أي منطقة، فالتعليم هو الذي يرتقي بالمجتمع وهو الذي يخرج المجتمع من الظلمات إلى النور. نعم. ويكون هناك رقي في المجتمع بالتعليم وبالتعلم. هنا العملية التعليمية تعاني فجوة عدم تواصل كبيرة جدا ما بين الطالب وما بين الأستاذ أو المعلم الذي يقوم بعملية التعليم. صح. لا يوجد هناك جسور ترابط بين هاتين الشريحتين، فهنا متلقي وهنا ملقي. المشكلة الأخرى التي نعانيها اللي هي عدم كما ذكرت أختي في كلية الطب ملاك شليك، بأنها تعاني عملية تعليمية من مناهج قديمة، من مناهج أصبحت من العصور السابقة. هنا العملية التعليمية أصبحت في الوقت الحالي عملية متطورة، دخلت عليها التكنولوجيا، دخلت عليها تطور بشكل كبير جدا. إذا نرى كلية الطب البشري، لو نلاحظ بأن هناك دفعات كثيرة تخرج كل عام وما زال الليبيين والليبيات يعالجون في خارج ليبيا، ما زالوا لا يثقون في الطبيب الليبي. لماذا؟ إذن هنا لنرجع للعملية التعليمية، لماذا أنا لا أثق في الدكتور الليبي أو في الدكتورة الليبية الطبيبة لكي أذهب لأعالج لديها؟ حتى الأستاذ نفسه الذي يعطي في المادة يخاف من الذهاب لإحدى طلابه للمعاينة، فهنا الطريف في الأمر. إذا قلت لأحد الدكاترة أو أحد الأساتذة الذين يعطون المادة ويدرسون كلية الطب البشري أو يدرسون كلية التقنية الطبية، هذا طالب كان يدرس عندك، فيقول لا لن أقوم بالمعاينة لديه. فهنا هذا الطريف في الأمر، فأنت من تعطي المادة وأنت من تعلم وأنت من تدرس، فيجب أن تكون لديك العملية التعليمية مواكبة للحداثة ومواكبة للعصر. هناك نقطة مهمة جدا أشار إليها السيد محمد رحومة وجزاه الله كل خير، وهي حين قاموا بالاعتصامات تمت الموافقة على طلباتهم، تمت الموافقة من قبل رئاسة الجامعة على طلبهم. إذن هنا نرى بأنه من الممكن أن تكون عملية توصيل المعلومة من اتحاد الطلبة إلى المسؤولين بطريقة خاطئة. إذن فليبحث اتحاد الطلبة وفليبحث الطلاب عن طريقة عن طريق الطريقة هذه ممكن أن يتم إيصال ما يريدون هم أو متطلباتهم. إذن صوتهم وصل عن طريق الاعتصامات، إذن هناك تجاوب. نعم. ممكن أن هم يخلقوا يتم خلق كما ذكرنا قبل قليل جسور تواصل من بينهم ومن بين الإدارة. بالفعل. طيب أستاذ رباب، بالنسبة للمبادرات الشبابية سواء كانت تقام داخل جامعة أو حتى المبادرات الشبابية الأخرى، كيف ممكن التعاون مع اتحاد طلبة لحال حالة المشاكل اليوم اللي تواجه الطلاب؟ أيضا ندوات، من المهم جدا أن يقام ندوات اليوم داخل الجامعة لإسماع صوت ورأي الطالب، خصوصا في القرارات اللي هي تهمه، وأغلبها قرارات أعتقد تهم الطالب أكثر من غيرهم. على سبيل المثال مثلا توقف الدراسة من عدمها. هناك الفترة السابقة كلية التقنية الطبية أقاموا الملتقى التقنية الطبية الأول. كم أعجبني طبعا، تمت دعوتي على شرف هذا الملتقى لإعطاء محاضرة بسيطة تحفيزية، وكم أعجبني مقدار الحضور رغم أن كانت هناك أصوات لبعض الاشتباكات وأصوات قوية جدا، ورغم هذا كان هناك حضور قوي جدا من قبل الطلبة. جيد. وأنا من هذا المنبر أهني كل طالب وطالبة في ظل هذه الظروف
الظروف، يتحدى عرقلة السير، ويتحدى المصاعب، ويتحدى الظروف الصعبة لكي يصل إلى كليته ويقوم بأخذ هذا العلم للاستفادة منه. فوجدت بأن هناك عدد كبير جدا من الطلبة، وخاطي الطلبة كان الحضور أيضا من يعملون داخل الإدارة أو من المرؤوسين داخل هذه الإدارة. إذن هنا أنت استطعت اتحاد الطلبة تجميع كل هذهم الطلبة، واستطعت بتجميع جزء من يمارسون السلطة داخل هذه الكليات أو داخل هذه الجامعات. لماذا لا يتم في هذه الملتقيات طرح ما تريدونه أنتم؟ لماذا لا يتم طرح المشاكل بطريقة سلسة، بطريقة جميلة، يتم فيها التحاور، يتم فيها عرض المشكلة، ويتم فيها أيضا عرض الحلول لهذه المشكلة؟ نعم. طيب نرجع مع الأستاذ ساسي. ساسي موسى يعني قبل شوية تكلمت سيد رباب على مبادرة وعطاء محاضرة تحفيزية، وجود محاضرات ودورات في مثل في هذه الأحيان بالذات، يعني خصوصا أن الطالب محبط مع الأزمات اللي يعاني منها الطالب داخل الجامعة، ومع الحروب الموجودة في الخارج ضغط نفسي كبير اليوم يواجهه الطلاب، كيف ممكن من خلال الدورات والتحفيز والدعم والتوجيه والإرشاد ممكن بالفعل أن الطالب اليوم يقدر يتحدى كل هذه الصعوبات؟ هو شيء طبعا كويس مهم بصراحة. دورة تنطلش الطالب فقط، تنطلش الكوادر المسؤولة على العملية التعليمية، سواء كان العميد الكلية وحتى أعضاء التدريس معاه وناس الشؤون الإدارية. نعم. حتى تعطيهم محاضرات أو برامج تدريبي في فن التعامل مع الطلاب، في آلية الوصول لهم زي ما تكلمت الأستاذة رباب، كيف توصل برامج اللي في تواصل ما بينهم بالضبط بصفة حل كل مشاكل. توعية مهمة جدا جدا، احنا حتى المفروض فصل الجامعات فرض تنشأ مكاتب لحماية الطلاب نفسهم لحل المشاكل بتاعهم النفسية وحتى السلوكية والدراسية، يكون فيها أخصائي اجتماعي متمرس، أخصائي نفسي متمرس، بحيث يقدر يتواصل مع الطالب مع المعلم نفسه أو الأستاذ أو الدكتور اللي مسبب مشاكل ربك للطالب في حد ذاته. نعم. وما يخليش الطلاب إنه يوصل قصة الاعتصامات مش يضيع الوقت وضيع كذا، بعلاش تتوظف في الدراسة يعني. تدرس برامج زي هذه. توعية زي ما قلت لحضرتك والدورات رأي مهمة جدا جدا. لأن احنا حتى تواجهنا حتى في المؤسسة التعليمية كيف ندير في دورات مع المعلمين والأساتذة الخاصين نفسيين الاجتماعي، يقول لك علاش المدراء ما ندرهمش في دورات؟ لما نقصوا المدراء في دورات ما يجوش يحضروا المدراء نتاع المدارس، تلقى المدير موجود في جهة ولا أخصائي في جهة والمعلم في جهة، نفس القصة. مفروض فصل الجامعات نفسها تندار دورات تدريبية يحضر فيها الطالب والعميد ومسجل الكلية، ويحضر فيها الدكاترة مش على الأقل إذا في نوع من النقاش يطلع بتوصية معينة مش على الأقل يعرفوا كيف يوصلوا لحالة ما تصير أي مشكلة في المستقبل، على الأقل ما يجيش كل واحد يقول إحنا نعوم في جهة ومش عارف ليه واللي عليه، ويصبح الطالب هو الحلقة الأضعف وهو نقول إحنا اللي يعني هو الضعيف في العملية التعليمية بصفة عامة هو الضحية. المشكلة أكبر من هيك اللي هي تنتشر، احنا ما عندناش مكاتب إدارة الأزمات لحماية حقوق الطفل أو حقوق الطالب بصفة عامة، يعني يطلب تحت 18 طفل يعني علمهم ما عندناش، يعني حتى كيف يعقب الطالب أو يفوت على الامتحان أو زي ما أشار بعض الطلبة احنا موجودين في الشبكات وعندنا مشاكل عندنا حروب وفتح علي امتحان عشان كيف ندير. نعم. واللي تعال علي الدكتور يكلم فيه من فوق لفوق ومش معدل علي، حتى دار هي مشكله كبيره سبب لها احباط رأي كبير جدا جدا. هل في مكتب معني لحمايه الطالب؟ بل فيه رابطه، هل الرابطه هذه عندها قوانين تحميهم من ناحية قانونيه بحيث الطالب ياخذ حقه؟ هذا كله احنا كله غايبين عليه. الاعلام له دور في التوعيه، المنابر الدينيه نفس القصه لها دور في التوعيه، ومفروض تندار ندوات حتى لها دور كبير جدا جدا بحيث نحل كل المشاكل. الحلقه بالفعل دور وسائل الاعلام اعتقد مهم جدا، وان شاء الله نكون احنا اعطينا للحلقه اليوم حقها الكامل، وحاولنا بقدر الامكان من خلال الطلبه اللي كانوا موجودين معنا اليوم في هذه الحلقه نوصلوا صوتهم للجهات المعنيه. الحقيقه في بعض المشاكل اليوم من باب الانصاف، يعني قاعده اداره الجامعه تسعى لحلها. تكلمنا مثلا بعض الطلبه استاذ ساسي كنت معي في المتابعه، تكلموا عن المعامل اصبحت موجوده، هناك اصبح في تواصل مباشر اتحادات والمبادرات اللي يقوم بها الشباب والاعتصامات كذلك، منها تاجيل الامتحانات مراعاه لظروف الطلبه المتضررين والنازحين من هذه الحروب. ان شاء الله يكون في الفتره القادمه تواصل فعال بشكل مباشر اكثر مع الطلبه وحل بعض المشاكل الاخرى اللي عالقه منذ سنوات زي مشكله المنظومه وغيرها. أشكر تواجدك اليوم أستاذ ساسي موسى اختصاصي علم نفس، أيضا أشكر أستاذ رباب نور من استوديوهاتنا في طرابلس مدربة التنمية البشرية، لكم جزيل الشكر أنتم أيضا مشاهدين الكرام على متابعة هذه الحلقة. إلى الملتقى في حلقات قادمة، السلام عليكم. سابق الطير ونجاري هو نطير.
آمنا بتغيير.